السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد المدهون من قناة Learn English with أحمد. اليوم معنا فيديو جديد من سلسلة الكلمات الأكثر شيوعا في اللغة الإنجليزية، طبعا مع الترجمة، وفي طبعا كل كلمة معها النطق حقها، وطبعا هذا ما اعتمد عليه على الإطلاق أنا، أو ما أحاول الناس اللي أشرح لهم ما يعتمدوا عليه بهذا الإطلاق، إنه بتختلف الحروف والنطق وحروف العلة وحروف المد، ومو دائما بكون إيش دقيق. طيب، الكلمة، النطق، المعنى، الكلمة داخل جملة، والمعنى. هنتطرق لكل هذولا، طبعا الكلمة والمعنى والكلمة داخل جملة. أما هذا فعليكم أنتم أن تقرأوا، لأنه ما نبغى نطول من الفيديو عشان الناس ما تمل. ممكن نقرأ مع بعض الكلمة والمعنى وتاخر الجملة، ونخلي لكم قراءة معنى الجملة. طيب، let's get started. فلنبدأ. separation يعني الفصل أو انفصال. during the war, many couples suffered long periods of separation. Again, during the war, many couples suffered long periods of separation. المعنى. Vaccine مصل أو لقاح. This vaccine protects against some kinds of bacteria. Again, this vaccine protects against some kinds of bacteria. Spouse زوج. إيش يعني طب زوجنا؟ زوج يعني زوج المرأة، أم زوج اثنان كبل؟ لا طبعا زوج المرأة. ممكن يكون زوج أو زوجة. هو الزوج يعني بيكون إحدى الثنائي، الزوج أو الزوجة. يعني ممكن تقول الرجل my spouse يعني زوجتي، أو الزوج الطرف الثاني لي في زواجي، وكذلك الزوجة هو الزوج بصفة عامة سواء كان ذكر أو أنثى. spouse حسب جوجل spouse أو spouse ما خلاف. طيب، in a recent study, 60% of the spouses go to work. In a recent study, 60% of the spouses go to work. Criminal, مجرم. The criminal shot the cop twice in the head. The criminal shot the cop twice in the head. Airlines. هذا النطق دقيق جدا. Airlines بالنسبة لهذه الكلمة دقيق. Airlines يعني خطوط طيران. Traveling on Turkish Airlines was very comfortable. Traveling on the Turkish Airlines was very comfortable. المعنى. Legendary أسطوري صفة. Legend أسطورة، وLegendary أسطوري. I like watching matches of legendary boxers like Ali and Mike Tyson. I like watching matches of legendary boxers like Ali and Mike Tyson. المعنى. طبعا هنا مقصود علي محمد علي كلاي. واضح حزيشنز. 10 القصدير. This is a metal which is used widely in industry. This is a metal which is used widely in industry. Promptly يعني على الفور أو فورا. We try to answer the reader's questions as promptly as we can. We try to answer the reader's questions as promptly as we can. Qualified. مؤهل. لاحظ أن هذه الصفة على شكل التصريف الثالث. مؤهل. عادل is a very qualified doctor. مرة أخرى. عادل is
a very qualified doctor. طبعا وجود الارتكل هذه الـ A اللي بسموها indefinite article على التنكير هو بسبب وجود الصفة والموصوف. هذه الصفة qualified مؤهل والدكتور هو الشخص الموصوف. في حال وجود الصفة والموصوف نذكر أداة تنكير A أو N بحسب حروف العلة المبدية البادية في الصفة. هنا طبعا ثلاث صفات: very qualified doctor عادل طبيب مؤهل جدا. لكن في حالة لو كان الموصوف جمع ما تيجي على التنكير لا A ولا N. نكمل thread الخيط. There are thin threads of cloth on the carpet. There are thin threads of cloth in the carpet. Envelope الظرف أو مظروف. الظرف اللي يضع فيه الرسالة اللي كتبت الواجبات أو الظروف البريدية أو ما إلى آخره. I'll send you my CV in a yellow envelope. I'll send you my CV in a yellow envelope. Auction. مزاد. I bought this antique clock from an auction last week. I bought this antique clock from an auction last week. Earrings يعني القراط أو بمعنى صح الحلقات حقت الأذن. نطلع فوق شوية عشان بين ترجمة. Earrings القراط أو الحلق أو الجوز الحلقان لكلا الأذنتين أو الأذنين. What are your earrings made of? Nutritional, غذائي. Tuna has great nutritional values. لاحظوا زي ما ذكرنا مسبقا إنه هذه الصفة وهذا الصفة الثانية وهذا الموصوف. ليش ما جبنا أداة هنا أداة تنكير اللي هي A و N اللي بسموها indefinite article؟ لأنه الموصوف جمع انتهى بالاس، لذلك لا وجود أو لا يمكن أن يوجد أداة تنكير قبل الصفة أو حتى الصفتين حتى وإن كان في موصوف، لكن الموصوف أساسا جمع لذلك لا يجب وجود أداة تنكير. Kidney الكلية. Kidney surgeries are very serious. المعنى. وآخر مفرد معانا في درس اليوم portion. معنى جزء. A large portion of the company profit goes straight to the new project. A large portion of the company profit goes straight to the new project. المعنى هنا. طيب أتكلم عن نقطة مهمة جدا. اسم ملكية كمان أشرح دائما. اسم ملكية بتربط المالك بالمملوك أو بحكم أو بمسمى آخر التابع والمتبوع. زي أوف. فهي علامة للملكية لربط المالك بالمملوك. طيب ليش ما نطقت company؟ ليه ما نطقت الاس في كلمة company؟ ما قلت companies profit يعني ربح الشركة. صرت أحفظها من اليسار لليمين أو من اليمين من العكس يعني profit ربح بعدين companies شركة ربح الشركة. ليه ما قلت companies profit؟ لأنه الاس هذه ما تنطق لعدم التلخبط بها مع اس الجمع. طبعا company اسم وممكن تجمع صيغ companies وبنفس النطق، لذلك لعدم الالتباس ودائما المستوى المتقدم لا يجب عليه أن يقرأ السمكية أن يلفظها دائما، ببان من السياق إنه في شيء تابع ومتبوع، في شيء مالك ومملوك، في ملكية، يبان دائما السياق. فيديو الله يطول.
لكن ما في مشكلة. أتمنى يكون هذا الفيديو فاقنا على إعجابكم، أتمنى الدعم بلايك واشتراك واشتراك في القناة الاحتياطية لمزيد من الدعم ومزيد من التواصل. أشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.